معنا معتصم مودة من الجيزة، اتفضلي يا معتصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. شكرا يا معتصم، تلاوة طيبة وفي أحسن من كده، بلاش الرجيم ديت، وخلي بالك وقدي، لا وقد أضل، ما تقولش وقدي، ما تكسرش الدال، وكلمة ضلالة لما تقف تقولش ضلالة وتقفل كده الشفتين، لا خلي بالك ضلالة، إنما تلاوتك طيبة يا معتصم، ربنا يبارك فيك يا ابني. يلا يا مودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. صدق الله العظيم. شكرا يا مواد، تلاوة طيبة وألف سلامة لصوتك، بس خلي بالك من اللي هقولك عليه دوت. الدال ما كانتش واضحة في يزد وفأدخله، والراء ما كانتش واخده حقها في التفخيم في مكروا وفي قوله ولا تذرن، والقاف كانت جايه معاكي كاف في قوله يعوق. تلاوتك احسن من كده يا موده، ربنا يبارك فيك. احبتي، وضح بالدليل العملي اهميه الترتيب واهميه التلقي، ويكفيه شرف ان الله تبارك وتعالى علم القران بنفسه فقال في مطلع سوره الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، فخلي بالك وانت بتقرأ ما تستهنش بهذا الأمر. ابدأ رقم واحد بالسماع، والسماع المباشر من معلم قد تلقى، فخلي بالك من ده كويس قوي. الصوت سيأتي وحده في الآخر خالص، لكن أديك شفت وسمعت بودنك أهمية التلقي.